بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السابع في مدرسة أكاديمية العزيز، حياكم الله تعالى. بداية فصل جديد مليء بالتفوق والنجاح إن شاء الله. اليوم راح نبدأ بالدرس الأول من مادتنا، مادة التاريخ، الحياة الاقتصادية في الدولة الأموية. طبعا تحدثنا في الفصل الماضي عن الدولة الأموية من الناحية السياسية والناحية الاجتماعية. اليوم راح نتحدث إن شاء الله من الناحية الاقتصادية. ساهم التوسع الكبير للدولة الأموية الذي نتج عن حركة الفتوحات في تنشيط الحياة الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة، أي بمعنى أن حركة الفتوحات زادت من الرقعة الجغرافية للدولة الإسلامية، بالتالي زادت من مستوى الحياة الاقتصادية من حيث الزراعة والصناعة والتجارة. أولا الزراعة، الأساليب الزراعية، مارس الفلاحون في العصر الأموي أساليب متنوعة في زراعة الأرض تبعا لطبيعة الأراضي وطرق ريها، ففي الأراضي البعلية التي تعتمد على مياه الأمطار استخدم التبوير. طبعا كلمة بعل أو البعلية هي مشتقة من إله المطر الموجود لدى الإغريق قديما، وهو الإله بعل، الإله المسؤول عن الأمطار. يعني هذه من باب المعلومة فقط حتى نعرف ما هو أو ما سبب تسمية الأراضي البعلية بهذا الاسم. كان يتم استخدام فيها نظام التبوير كما هو الحال في بلاد الشام. بلاد الشام من الأمثلة على استخدام نظام التبوير فيها، واستخدم التناوب في زراعة المحاصيل في المناطق التي تعتمد على الري كأراضي مصر والعراق. طبعا مصر والعراق أراضي ذات مياه وفيرة بسبب الأنهار الدخيلة على أراضيها، وقام المزارعون بتجفيف المستنقعات وتحويلها إلى أراضي زراعية. طبعا أراضي المستنقعات هي أراضي ذات عناصر وفيرة تساعد على زيادة الإنتاج في الزراعة كما كان شائعا في العراق. ما هو التبوير؟ نرجع للمربع الموجود عندنا بالأفق. التبوير هو تقسيم الأرض إلى قسمين، يتم زراعة الأول ويترك الثاني للعام القادم بعد إراحته. هذا هو التبوير، تقسيم الأرض إلى قسمين، يتم زراعة الأول ويترك الثاني للعام القادم بعد إراحته. أما التناوب هو زراعة الأرض بمحصول مختلف في كل عام أو موسم زراعي. في عندنا سؤال، ما الهدف من استخدام أسلوب التبوير؟ التبوير الهدف الرئيسي منه هو إراحة الأرض. احنا بنعرف انه عند زراعة الأرض يتم استغلال العناصر الموجودة بالتربة للإنتاج او لنمو هذه الزراعة، بالتالي تقل هذه العناصر الموجودة بالتربة. فعند استخدام نظام التبوير وإراحة الأرض تتجدد هذه العناصر تلقائيا وتعيد نفسها بالتربة، ففي العام الذي يعاد فيه الزراعة تكون العناصر موجودة والإنتاج أغزر. اثنين، أهم المحاصيل الزراعية، تنوعت المنتجات الزراعية في الدولة الأموية بتنوع أقاليمها جغرافيا ومناخيا. أهم المحاصيل الزراعية في العصر الأموي الزيتون والعنب والتين واللوزيات، الأرز وقصب السكر والقنب والقطن والكتان والقمح والشعير والذرة والعدس والحمص والنخيل بأنواعه. ثالثا الثروة الحيوانية، ساد في العصر الأموي استخدام الحيوانات في الزراعة، مثال عليهم الأبقار والحمير والبغال والإبل، ودجنة الطيور والحيوانات كالماعز والأغنام والأبقار للحصول على منتجاتها من اللحوم والحليب ومشتقاته والصوف والجلود من ناحية، ومخلفاتها لتسميد التربة من ناحية أخرى. هذا كان الاستخدام للثروة الحيوانية بمختلف أشكالها. ثانيا الحرف والصناعات، ساهم تطور الزراعة والتجارة في الدولة الأموية في ظهور العديد من الحرف والصناعات، وأدى دخول أقاليم جديدة في الدولة بصناعاتها المحلية كخراسان والمغرب والأندلس إلى تطور هذا القطاع، لأنه إحنا بنعرف أنه لكل منطقة في لها صناعات مختلفة عن منطقة أخرى بحكم وجود المواد الأولية وبحكم ثقافة المجتمع. من أشهر الحرف الموجودة في العصر الأموي الحدادة والنجارة والعطارة وصياغة الحلي والحياكة والصباغة، إضافة إلى صناعة الفخار والزجاج والخزف. نشوف الشكل الموجود أمامنا وهو شكل إناء من العصر الأموي القديم. أما أهم الصناعات في العصر الأموي، ما هي أهم الصناعات في العصر الأموي؟ الصناعات المعدنية كالأسلحة والسفن الحربية والتجارية وسك العملة والأدوات الزراعية. أما الصناعات الغذائية كطحن الحبوب وعصر الزيتون واستخراج السكر في مصر والأندلس وتجفيف الفواكه.
صناعة الورق من نبات البردي الذي كان ينمو على ضفاف نهر النيل في مصر، وصناعة المنسوجات مثل الأقمشة القطنية والكتانية في مصر والعراق، والسجاد في خراسان وسمرقند وبخارى، والأقمشة الحريرية في الأندلس، والأقمشة القطنية في مصر. هذه هي أهم الصناعات في العصر الأموي. أما التجارة فقد ازدهرت في العصر الأموي، ويعود ذلك إلى مجموعة من الأسباب. ما هي الأسباب التي أدت إلى ازدهار التجارة في العصر الأموي؟ 1- اتساع الدولة وإشرافها على أهم الطرق التجارية والبحرية العالمية أنذاك. 2- تطور الزراعة والصناعة وتعدد منتجاتها. 3- اهتمام الخلفاء الأمويين بتأمين حرية التبادل التجاري مع مختلف المناطق. وقد عرفت الدولة الأموية التجارة الداخلية التي قامت على تبادل المنتجات بين أقاليم الدولة، وعرفت التجارة الخارجية التي قامت على تبادل تلك المنتجات مع الدول المجاورة. فقد عرفتها في كلتا الحالتين، في التجارة الداخلية وفي التجارة الخارجية. الشكل الموجود أمامنا هي خريطة تمثل طرق التجارة في العصر الأموي. مركز تجاري، في عنا خطوط أو طرق التجارة غير الإسلامية وطرق التجارة الإسلامية. أنا بهمي هون بس نركز على طرق التجارة الإسلامية. المحطات التجارة الرئيسية لو بنلاحظ كانت موجودة في اليمن، موجودة في دمشق، موجودة أيضا في الإسكندرية. هاي نهاية حدود طرق التجارة الإسلامية وبداية طرق التجارة غير الإسلامية، جميعها منافذ بحرية مهمة. أي بمعنى أن الدولة الإسلامية كانت تسيطر على أهم المناطق والمنافذ الموجودة لدينا في البحار والمحيطات مثل المحيط الهندي والأطلسي. تعددت صادرات الدولة الأموية بتعدد منتجاتها الزراعية والصناعية، وتنوعت وارداتها بتنوع المناطق التي تعاملت معها تجاريا. أما أهم صادرات الدولة الأموية وارداتها، الصادرات كانت تصدر للعالم الخارجي الحبوب والسكر والقطن والأرز والمنسوجات والأواني والبخور والحلي والحديد والذهب والنحاس وورق البردي. أما الواردات فكانت مثل الحجارة الكريمة، العاج والتوابل والبهارات والخزف والحرير وخشب الصندل وأخشاب السفن والزيوت العطرية والعطور. هذه كانت الواردات التي تستوردها الدولة الأموية. هيك بنكون إن شاء الله أنهينا هذا الدرس. أتمنى من الجميع يحل الأسئلة ويبعث لي إياها على الخاص. الله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا لكم.